اذا في حدا عنده اسئله يا اخواني، في اسئله مهمه. ابدال الشام القدس. طيب على حضروا الاسئله او احصروا اهم الاسئله ان شاء الله. طيب اخواني، يعني بالنسبه للمنشور اللي وضعناه على الفيس في اخر فتره، قلنا انه احنا بنفكر نسوي مجموعه على الواتساب اسمها ابدال الشام خاصه لاهل القدس. في عنا ابدال الشام موجوده من البدايه اللي هي لكل الناس الموجودين خارج الارض المقدسه، ولكن هاي المجموعه شو بدنا اياها؟ بدنا اياها تكون خاصه لاهل القدس، وهذه مجموعه جدا مهمه، جدا جدا مهمه. نتناصح فيها في امور اخر الزمان، وما ينفع المسلمين، وما ينفع الاسلام، وما ينفع المسجد الاقصى. عشان هيك اخواني ان شاء الله اي واحد يعني يحب ان نقوم باضافته الى هذه المجموعه ما يتردد ويدخل معنا ان شاء الله. هذا ان شاء الله بكون فيه خير عظيم للجميع ان شاء الله. باب الرحمة اخواني، او يعني الاسم الكبير له هو باب الذهبي، اسمه باب الذهبي. والباب الذهبي بتكون من بابين، باب اسمه باب الرحمة والتاني اسمه باب التوبة، الاثنين مع بعضهم بنسميهم الباب الذهبي. يعني يعتقد عند بني اسرائيل انه الاعور الدجال سيدخل من باب الرحمة عندما يأتي، ويعتقد احنا بنعتقد انه الاعور الدجال راح يحاصر المسجد الاقصى دون الدخول له في الفترة اللي بيكون فيها المهدي موجود، قبيل مجيء سيدنا عيسى وهبوطه ووجود المصلين او انصار المهدي في هذا المكان، بيكون الاعور الدجال وجنده موجودين من الخارج من هذا الباب. عشان هيك بني اسرائيل تسعى بكل الطرق لفتح باب الرحمة. واللي انا عرفته اخواني يعني في اخر فترة انه تم الاستيلاء على مفاتيح باب الرحمة في الايام الثلاثة الاولى التي تم فيها اغلاق المسجد الاقصى، ولم تعاد هذه المفاتيح الى دائرة الاوقاف على غرار الاستيلاء على مفاتيح باب المغاربة، وعلى غرار الخطة اللي كانت على ايش بالنسبة لباب حطة. ولكن الحمد لله يعني مفاتيح باب حطة عادت ما كان فيه 10 دقائق. واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الرقم تبع الواتساب اخواني اللي بسمعنا على المباشر 0523 623 3683. هم بسمعوا بسجلوا وبتقدروا تحطوها ان شاء الله. شو اسمه؟ الله يجزيكم الخير. تبارك عمرك ويرضى عنكم ان شاء الله. بس يعني هذه لازم تحطها ليوم الجمعه. يعني احنا مستمعين قليل جدا يوم الجمعه.